خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم 27 سبتمبر 2024، جمعة مباركة. الله يرحم جميع الأموات ديالنا ويشافي المرضى إن شاء الله. كتعرفوا كل يوم جمعة في الصباح كنحاول، وهذه قاعدة عندي من شحال هذه، أنني ما نخدمش وما كندير حتى حاجة، كنمشي نزور القبر ديال الوالد الله يرحمه في حشاش القديمة، وكنمشي نزور القبر ديال الوالدة حتى هي في المقبرة ديال تيليلة. انا اخوتي المهم العائله كنحاولوا باش هاد زياره القبور ديال الوالدين ديالنا تبقى مستمره. الله يرحم جميع الاموات ديالنا. وانايا شخصيا ملي كنمشي نزور المقبره كتعطيني واحد الراحه داخليه كبيره. كتعرفوا اولا كيقولوا، والله اعلم، كيقولوا ان الموتى لما كتمشي تزورهم كيحسوا بك، وهذه شي حاجة اللي زوينة أنا عندي في الداخل، بأن الوالد الله يرحمه الوالدة مشيت زرتهم. وثانيا كتعطينا واحد الدرس بأن شوفوا راه آخرها راه حتى حنا غنكونوا في القبر، الآخر ديالنا هو داك القبر. يعني أولا الحياة راها قصيرة، ثانيا دير الخير مع الناس في التعامل في كل شيء، راه حتى حاجة ما دايمة، راه ما غنديو معنا لا الملاير لا الاملاك لا العمارات لا حتى حاجه، ما غنديو معنا غير الدعاء ديال الناس. هادشي اللي غادي نديو، ما غنديو معنا غير الاعمال الجميله اللي كنديرو، غير الحسنات، هادشي اللي غنديو معنا. وهذاك الشيء علاش انا كل جمعه في الصباح، راه منذ سنين كثيره من غير هاد 6 شهور اللي حرموني منها فاش كنت في السجن، و 3 شهور الاخرى فاش كنت في السجن، كنحاول ما نسافرش، كنحاول نهار الجمعه ديما في الصباح نكون باش نمشي ندير نزور القبر ديال الوالد و ديال الوالده. هاد الطريق اللي غدا الميناء ديال اكادير، شوف شحال زوينه، توسعات ولاو فيها 3 ديال لي فوا من كل جهه، يعني الاكتضاد ولا شي حاجه ما غاديش يكون. والطريق اللي خارجه من مرسى ولا جايه من تغازوت، وغدا يا اما وسط المدينه ولا غدا لمراكش ولا غدا بزاف ديال الجوي. يلاه كملات في التصاويب، وحتى الطريق اللي كتمشي للمقابر، لان في هذه الجهه حشاش كاين جوج ديال المقبرات اسلاميين، وكاين المقبره اليهوديه، وكاين المقبره ديال النصارى حتى هي. الطريق كانت مكرفصة، هيا التعاودات، الله يجازيهم بخير. أنا وصلت باب المقبرة، هي هادي، الله يرحم هاد الناس كاملين. ودابا غادي المقبرة ديال تيليلة. المقبرة ديال تيليلة عندنا في أكادير نقية ومنظمة، بحيث ما كاينش المشكل اللي كان ديال دوك الفقهاء اللي كيهجموا عليك، أنت بغيتي توقف حدا القبر أنت كيتمو جايين لك 6 7 وكل شيء، إلا ما بقاش داك الشيء كيوقفوا في اتساع، بغيتيهم كيجيو عندك، ما بغيتيهمش ما يقربوش ليك. من ناحية الطلبة حتى هما منظمين راسهم في الباب. المقبرة من الداخل نقية، باقي خاص الظل للناس اللي كيجيو يزورو، خصوصا الناس الكبار على الشمس، ولما لا كاينين الناس كبار كيجيو الا كاين شي محسن ولا محسنين الا يديرو واحد جوج ولا 3 ديال لي غولفيت. هما دوك الطوموبيلات اللي كيمشيو بالضو صغار، كيركبو فيهم 6 الناس ولا 7 الناس. كاين الناس اللي كبار سنا، كاين الناس اللي كيديرو الدياليز وكيجيو يزورو الاقارب ديالهم، ويكون بواحد الثمن رمزي جوج دراهم ولا هذا، يوصلك للمقبره للقبر اللي جيتي تزور ويرجعك عاوتاني. اتكلم على الناس الكبار سنا ولا الناس اللي مراض ولا الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، عندهم واحد الخير كبير اللي غادي يشري هاد لي غولفيت ويديرهم في المقبره. حاجه اخرى عاوتاني، جزيل الشكر الله يجازيه بخير، واحد المحسن هو رجل اعمال في اكادير اللي خدام
كيعاود واحد العدد ديال القبور والبلاصه اللي كيدوزوا فيها الناس، وكيعاود التاهيل ديال المقبره ديال تيليلا الله يجازيه بخير. انا دابا انا قربت هاد الناس اللي كيطلبوا، انتم كتشوفوهم معلمين محترمين، ولكن نقدر نقول لكم بانهم حالات اجتماعيه ديال بصح، يعني ما نصابه ما والو، لان فين تهضرت عليهم وثانيا اللي سنوات كنعرفهم كندوز هنايا كنعرفهم كنعرف كل واحد شنو الحاله الاجتماعيه ديالو. هذه المقبره ديال تيليلا، الله يرحم جميع الاموات، الله يرحم جميع الاموات المسلمين. وغادي نقدم لكم واحد السيد تعرفوا عليه، واحد الفنان صانع تقليدي ديال هاد الرخام اللي فيه الاسماء. انا كومونديت ديال الوالد الله يرحمه، لان بغيت نعاودها ويعاود لكم القصه ديالو كيفاش جا لاكادير. تبارك الله عليك خويا، الله يسهل عليك. الحمد لله. وانت الله يسهل عليك. الله يعاونك المعلم، لاباس عليك كلشي بخير؟ الله يطول عمرك بارك الله فيك. مع الاحوال؟ لا الحمد لله. الله يحفظك. قول لي كيفاش جيتي لاكادير؟ اسيدي صدفة. ياك؟ صدفة من عند الله. اها. قررت ندير هادشي في مراكش وما كتبش. انت من فاس؟ انا من مدينة فاس. فاس اييه. الصنعة هادي واخدها من سنوات طويلة، أكثر من 35 عام. تبارك الله. هي الصنعة. وحاول وبغيت نغادر لان كنت انقطعت على هذه الحرفه وخدمت واحد الخدمه واحده اخرى وما كتبتش. في 2018 ما بقيتش خدام فيها. قررت ندير هادشي في مراكش وما كتبتش شي 6 شهور وانا تما ما كتبتش شي. واحد النهار جالس كنفكر مع راسي شويه وكنشوف واحد الفيديو، داك الفيديو شفت فيه واحد السيد رضا الطاوجني. هذاك رضا الطاوجني الغريب في الامر، وانا ملي كنت في مدينه فاس كنت كنشوف فيديوهات ديالو عادي. انا في فاس معمرني نويت نجي لمراكش ولا لاكادير. كنشوفو داير واحد الروبورتاج هنا في مقبره تيليلا في اكادير. قريت العنوان اللي عارف مقبره تيليلا، بحثت عليها وجيت. جيت لهنايا والحمد لله على كل حال. لقينا شويه ديال الصعوبه في الاول، درنا الحانوت باش نقضيو الغرض فيها. الحانوت بعيد وخصني ديك الساعات نقضي الغرض. صورت طريف الخبز والحانوت خصها تاخذ واحد الوقت طويل، واضطريت وعاونوني السلطات المحليه الله يجازيهم بخير. عاونوني جيت يعني خادوا بيديا. وانا دابا راه 4 سنين وانا هنايا الحمد لله. الحمد لله. وليداتك ميسره امورك؟ كلشي الحمد لله جالس. انا وليداتي هنايا وكنشكروا السلطات المحليه لانها واقفه معايا في الحقيقه. حقا وقفوا معايا وما معمر شي واحد اذاني ولا شي حاجه. وامور غاديه. اجي نقول لك علاش ما درتوش شي كونتينر ولا شي حاجه هنايا والماتريال ديالك وتخدم مرتاح؟ ان شاء الله. هادشي كاين الحمد لله. المجلس البلدي كانوا الله يجازيهم بخير جاوا لعندنا لهنايا وقالوا لنا غادي نديروك واحد الكيوسك فين تقضي الغرض، ما تبقاش تحت الشمس وما تبقاش. فكره زوينه الشتاء ولا اي راه يعني راه في الدراسه. ياك اللي حد هذا راه في الدراسه وما يكون غير خير ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسهل عليك. نقول لك انا بالدرجه الاولى من بعد الله كاين رضا الطاوجني سبب من بعد الله باش جيت. سبب والله عمرها ما جاتني في بالي. والدرجه الثانيه كاين السلطات المحليه عاونات الحمد لله. الحمد لله. ما نكذبش عليك عاونوني وجيت في واحد الظروف يعني شي شويه نفسانيا ما بقاتش، لان كنت خدام واحد الخدمه واحده اخرى ما بقيتش خدام فيها ما بقاش مكتبه. والحمد لله حنا كنصوروا طريب الخبز. الله يسهل عليك. على خير. كنتمناو الخير للجميع. الله يرحم الله يحفظك. امين امين امين. في العالم الاسلامي. الله يطول عمرك. وهاد لابلاك ديال الوالد ديالي موجوده؟ موجوده نعم. يلا سيدي نشوفوها. اياه البشير الطوجني. اياه الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. يا ربي يا
خدمة زوينة عجبتني. الله يحفظك. الله يرحمه ويوسع عليه. امين ويرحم جميع المسلمين. جزاك الله خير. كما كتشوفوا كيعاودوا واحد العدد ديال القبورة ولي زالي في كيتمشاو الناس كلشي هادشي كيتعاود. واحد الملاحظة في المقبرة ديال تيليلة خاص صيانة ديال الأشجار، لأنهم كلهم من التحت خارجين منهم العروش وغادي يبقاو قصار، خاصهم صيانة باش يطلعوا للفوق ويديروا الظل. أما على العموم مقبرة نقية، مقبرة زوينة، والله يرحم جميع المسلمين، راه كنا ليها. وحاجة أخرى، أنا أدعو الناس يمشوا يزوروا الأقارب ديالهم، لأن غادي يعرفوا بأن راه اليوم الآخر راه جاي، وبأن ما يصلح الوالد يكتشفار تنصابت ولا كاع نتخاسموا مع شي حد ولا نصيفطوا شي واحد للحبس ولا ما نعرفت شنو. ملي كتخرجوا من المقبرة كتخرجوا ناس واحد آخر، يعني أنا كيدار ليا ميزاجور كنتعاود لما كنزور المقبرة كنجي عند والديا، ولا ملي كنزور السبيطار حتى هو بشكل أسبوعي ضروري نجي المقبرة نهار الجمعة الصباح، وسبيطار حتى هو ضروري كنمشي ليه نساعد ما قدر المستطاع، ولكن في نفس الوقت كتبين بأن راه حنا والو وبأن الحياة قصيرة، وكل ما قدرنا نديرو الخير ولو غير ضحيكة راه عند الله شي حاجة كبيرة. تبارك الله عليكم، والله يحفظنا ويحفظكم ويسر أموركم ويجعل لي ياماتكم كلها أفراح ومسرات. وباش ما ننساش، كتعرفون بعد الزيارة ديال القبور نهار الجمعة مع الوحدة ديما كنتجمعوا العائلة كاملة وليداتنا وكل شيء على واحد القصعة ديال الكسكسو، كتكون فرصة ديال اللقاء ونتكلموا ونجلسوا شي شوية جميع. هذه راه كل جمعة ضروري نتلاقاو، يا إما في داري يا إما في دار خويا، ولكن العائلة كلها كتجي وكتكون فرصة جميلة باش نتشوفوا باش نتكلموا. إيوا الله يجعل لي ياماتكم كلها أفراح ومسرات.